السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أرباح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله معانا مجموعة اردروبات على مواقع فيها برضو فوست ومكسب كويسة جدا جدا النهاردة، وفي كذا معلومة هدخلهم برضو في سياق الكلام. اول حاجه هبتدي من منصه باينانس وارتباطها بالموقع اللي انا هشرحه، ان احنا ممكن هنكسب منه 3 عملات. بس قبل ما اخش على الموقع هنتكلم عن باينانس الاول. منصه باينانس معروفه ومفيش حد يختلف عليها حاليا. مبدئيا ممكن تكسب، هتكلم على طريقه مكسب ممكن الناس تعملها. لو معاك مبلغ ايا كان، مبلغ بسيط مبلغ كبير حابب تستفاد منه، هنعمل حاجتين في منصه باينانس. اول حاجه خزن عمله بي ام بي، قطعه قطعتين ربع قطعه عشر قطعه زي ما انت عاوز. ليه؟ لمده فاضل حوالي تقريبا 8 اسابيع او 7 اسابيع حاجه زي كده، في توزيع من عمله اسمها اس اكس بي او سويب. تمام، العمله دي باذن الله متوقع ان سعرها يبقى عالي او مرتفع جدا. التوزيع مجاني في منصه باينانس من العمله في مقابل ان انت بتحط عمله بي ام بي عندك. تمام، حتى لو حطيت ربع عملة بتاخد رصيد، بس يعني حاول ما تقلش عن ربع عملة. ربع قطعة تقريبا، ربع قطعة عاملة تقريبا حوالي 7.5 دولار حاجة زي كده. تمام، حابب تشتري من العملة، العملة دي انا متوقع لها بإذن الله ان سعرها يبقى مرتفع جدا، ممكن تستثمر فيها من العملات اللي هي ايه لها مستقبل كويس. تمام، خلينا في الحتة المجانية، ان انت راجل خايف تشتري العملة نفسها، فخليك عملة بي ام بي مضمونة ما فيهاش اي مشكلة. اشتري وسيبها هنا في المنصة، هينزل لك رصيد مجاني كل اسبوع لمدة حوالي 7 اسابيع او 6 اسابيع من العملة في مقابل ان انت سايب عملة البي ام بي. تمام، ادي كده جزئية معانا. معانا حاجة تانية، المنصة عاملة نظام جديد، او مش جديد، هو ممكن بقاله فترة بس انا خدت بالي منه قريب. ممكن تستثمر فيها، ومنصة باينانس مضمونة، مش هقول لك بقى موقع استثماري ان قلق منه، نجرب اسبوع 10 ايام او شهر او حاجة زي كده. هنيجي فين؟ هتيجي تفتح المحفظة، أول حاجة تبقى حاطط إيداع أي عملة، أي عملة أنت، دوك كوين، بيتكوين، إيثيريوم، لوست، سول، أي عملة، ويف، أي عملة موجودة عندك. تمام، ابعتها على منصة باينانس، يعني جمع المنصات لو أنت كان عندك في كذا مكان واستفاد من العرض الموجود. هتيجي أنت مثلا معاك، هنقول رصيد مثلا من أي عملة، هنيجي نخش على كلمة بول هنا. تمام، باجي اكتب اسم العمله بتاعتي، انا مثلا عاوز ايه، معايا رصيد مثلا من عمله البي ام بي، بي ام بي، انا هعدي مثال بس مش هكمل للاخر. تمام، هاجي هنا ادوس على كلمه ترانسفير واقول له انا معايا رصيد هنا قطعه وحاجه بسيطه، اقول له 100% وكونفيرم. مجرد ما ادوس كونفيرم، بس لازم تبقى هنا الشمال سبوت وهنا بول. تمام، هدوس كونفيرم، مجرد ما ادوس كونفيرم الرصيد بتاعي هيتنقل للمكان هنا اهو. تمام، حابب اظهر الرصيد بتاعي او ارباحي اظهرها من اهو، بيعد لي كل يوم ارباح، هتلاقي الرصيد بتاعك بيظهر في بول هنا، بيبقى افيلابل بلانس والرصيد اللي انت حاطه بتستثمر فيه وهكذا. تمام، سيبه بقى شهر اتنين زي ما انت عاوز. انت راجل مثلا، في ناس ما بتحبش التداول او ما بلاش في التداول، بتحب مثلا ايه حاجه زي كده اللي هو الاستثمار اللي هو بيعد مع نفسه، يبقى الطريقه دي من ضمن الطرق اللي ايه فيها مكسب ثابت ومنصه محترمه مفيش اي ايه اختلاف عليها. تمام، نرجع. انت مثلا خلاص مش عاوز تستثمر، هتيجي هنا هتكتب اسم العملة بتاعتك انت استثمرت عليها، ترانسفير، هتعكس العملية، هتدوس هنا على السهم اللي في النص ده، هيجيب لك كلمة بول مطرح سبوت، وترجع رصيدك للحساب الأساسي، هيرجع تاني في سبوت، تصرفه بقى تعمل فيه انت بأرباحه طبعا. تمام، يبقى احنا كده شرحنا قصية استثمار ثابتة. في نفس الوقت لو انت سايب رصيد من عملة بي ام بي هيطلع لك رصيد من عملة اس اكس بي او سويب، ودي مضمونة. نخش بقى على ايه بالنسبة للناس اللي مبتدئين، ازاي يكسبوا رصيد مبدئي عشان يعملوا مثلا حاجة زي اللي انا بتكلم فيها دي. تمام، اول حاجة طبعا هتكون مسجل في منصة باينانس عشان ايه هنحتاجها في الايه في المكسب او طريقة الفوست اللي احنا هنستعملها. هنيجي للموقع ده، الموقع ده بيدينا هو عامل زي عملة زين، احنا عارفين فوست عملة زين، نفس القصة بالظبط، شبيه ليه بالظبط، هو تقريبا نفس الشركة.
هنا هناخد ثلاث عملات، عملة زيكس موجودة، عملة بيفكس داش، والثلاثة ثلاث عملات موجودة كوين، تقدر ايه تسحبهم على منصة باينانس. هتسجل هنا، يفضل انت تسجل بالجيميل او تسجل ممكن عن طريق اي موقع من مواقع التواصل. هنا ممكن تسجل عن طريق الجيميل، عاد تسجل عن طريق الفيس براحتك، اي حاجة، او تويتر مفيش مشاكل. انا ما كملتش في التسجيل بتاعي. المهم انا مثلا عاوز خلاص، انا سجلت تسجيل زي ما قلت سهل ما فيهوش صعوبه، اللي هو بتسجل مثلا عن طريق الفيس، اعتبر انا سجلت عن طريق الفيس وده بقى الحساب بتاعك بيفتح بالشكل ده. هتيجي هنا اول عمله معانا اسمها عمله زيكس. النهارده هبقى بطيء شويه عشان بس الناس المبتدئين يبقى عارفين يشتغلوا ازاي. هاجي افتح منصه باينانس اللي انا مسجل فيها، لازم تكون مسجل حساب في منصه باينانس. لو انت على شبكه وي هتستعمل في بي ان، عشان منصه باينانس ما بتفتحش على ايه في مصر على شبكه وي، انما بتفتح على اتصالات وفودافون اي شبكه تانية، هي ما عدا وي بس اللي معاها مشكله. تمام. هتيجي هنا تكتب اسم العمله بتاعتك زيكس، تمام، اللي هي العمله دي. هنيجي نعمل دوبزيت، انتظر ثواني، عنوان العمله اهو، اخده كده كوبي وارجع تاني للموقع، احط العنوان بتاعي، تمام، واعلم على العلامة دي بحيث ان لما الرصيد يوصل انت تقدر تعمل ارسال يديك اشارة على طول، وتقول له سيف. انا كده سيفت ايه اول محفظة. اخش على المحفظة اللي بعديها نفس القصة بالظبط، تلافين الوقت، انا هخلص مع نفسي وارجع تاني اكمل معاكم. تمام، انا كده ضفت ثلاث محافظ بتوعي من منصة باينانس. تمام، انزل تحت شوية، انا عشان مسجل بالفيس فهو اوريدي لانك ايه او عمل لي حاجه اسمها ربط الفيس بالموقع، فدي عليها بونص في حد ذاتها، دي عليها بونص او بتضاعف لي الارباح اللي انا باخدها من الفوست. الكلام ده هيوضح بعدين. هاجي اعمل لينك بالتويتر بحيث برضه انه يزود لي الربح بتاعي شويه او يرفع لي درجه الايه الفوست بتاعي. نكمل عملية الربط. تمام، تم الربط خلاص. هلاقي ايه اتنقلت من 0.2x الى 1x، معناها ان الرصيد بتاعي بتضاعف لو انا هاخده من الفوست. نيجي لاخر واحدة لينكد ان، اربطه باللينكد ان بتاعي. الو، ننزل كده نبص بقى هي 1.2. عاوزها بقى اكملها اخر حاجه، لان لو انا استعملت الموقع ده وانا فاتحه على متصفح برايف، لو انا فتحته على متصفح برايف الارباح بتاعتي هتضاعف من 1.2 لغايه 1.9. تمام، المهم خلينا لغايه 1.2 كده كفايه، مش لازم حابب تنزل برايف، وبرايف نفسه في مكسب ليك. تمام، نرجع بقى للصفحه الرئيسيه. احنا كده خلصنا خلاص، حطينا محافظنا وعلينا الرنك بتاعنا عشان ايه نسحب اكتر. نخش بقى على الصفحة الرئيسية، امسك عملة عملة بقى اعمل عليها كلاين. اول واحدة حل الكباتشة بتاعتي، كلايم، تمام، هقول له ايه لو انا كنت طبعا على بريف، تمام، بس انا اقول له ايه كونتينيو وزود بونص دلوقتي اللي هو بتاع بريف نفسه. تمام، لا وانت عندك بريف استعمله مش مشكله، بيزود معاك الرصيد. العمله اللي بعديها نفس القصه، خش حل الكابتشا بتاعتي، تمام، واقول له نفس الكلام، نفس القصه مع داش. تمام، اول رصيد ما بتاعي ما بيوصل ايه للبونص او الكميه اللي انا عاوزها بيفتح لي السحب من هنا. اخش اعمل سحب، السحب بيتفتح من هو بيفتح لي السحب عامه، يعني هتلاقي السحب اتفتح معاك من اكونت تقريبا على ما اتذكر او ماي ريورد، لا ماي ريورد، اتاكد كده، من هنا. تمام، السحب هيتفتح هنا وتعمل ويزرو بس كده، خلص الموضوع. تمام، ادي كده طريقه مكسب مجانيه، ثلاث عملات موجوده كوين ماركت كاب مضمونين، اشتغل عليها كل يوم وجمع على قد ما تقدر. هي تقريبا هديك مره في اليوم، متاكد كده، هي تقريبا مره في اليوم، تقريبا ليك مره في اليوم على ما اظن. اوكي، نيجي بعد كده ايه تاني الحالات بتاعتك، ممكن تزود لك الرصيد، تخش على الاحالات، حاول تروج رابط الاحاله بتاعك وبيزود الرصيد، هو بيديك ايه كمان اربع درجات من الاحاله، الحاله الاولى على 50% 30% لغايه للدرجه الرابعه 10%. تمام، فاشتغل وروج رابط احالتك، ادي كده يعتبر ايه طريقه معاك مكسب اساسيه وبسيطه. نيجي لنفس الفكره برضو، عمله مضمونه باذن الله،
عملة جديدة اسمها ماركتس. العملة بتتباع على منصة هوت بايت. هنيجي نفس القصة بالظبط، هتيجي تسجل هنا هو في الموقع ده. الموقع ده بس بيسجل فيه عن طريق تويتر. أول حاجة بيطلب منك تعمل له أول حاجة فولو، وتعمل له تويتاية. تويتاية بتعملها ازاي؟ تيجي تعلم على الكلام ده كده، خده كوبي تمام. يعني أول حاجة هو بيطلب منك فولو، أول واحدة أنا عملتها دوست على فولو ودوست كلمة كلايم عشان أو فيلت عشان يدهن دي، خلصت خلاص. كان في الخانة دي، تاني خانة اعملها مرة، مش لازم تعملها كل، يعني مش لازم كل يوم، ممكن تعملها مرة في اليوم عشان تزود لك رصيد بس تمام. أدوس أنا على كلمة تويت، الكلام اللي أنا خدته كوبي، أو أدوس هنا كلمة ريتويت. الريتويت تاية اللي هو مديهاني أهو، خلاص كده أنا عملت الريتويت تاية. أرجع تاني هنا هو، مش لازم بقى كوبي، أقول له فاليد نجرب تمام. خدت إيه؟ كومبليت، أو ممكن عشان لسه عاملها من شوية تمام. المهم سيبك، دي مش إجباري، هي بتديك مرة كل مرة لو أنت عملتها بتديك 0 بوينت من العملة. الأساس بقى اللي بنشتغل عليه، بس يا خسارة عشان أنا عملتها من شوية. المهم هو بيديك هنا 5 صور فيهم صورة مختلفة. دوس الكباتشا عبارة عن إيه؟ أنت بتدوس على الصورة المختلفة بيديك رصيد من العملة. كل ساعة تخش تختار الصورة المختلفة عن بقية الصور، خلاص كده أنت خدت الرصيد بتاعك. عملة برضو مضمونة. ولما تيجي تسحبها، السحب إزاي؟ بتخش هنا على كلمة بالانس تمام. هخش تاني، عاوز نعمل تسجيل دخول مرة كمان زي ما قلت. ايه؟ بتسجل عن طريق تويتر. تعالى كده نجرب اللي احنا عملناها من شويه دي. عملها وقابلها تمام، وزي ما قلت بتحل الصور. حابب اسحب رصيدي، بخش على بالانس، بحط عنوان العمله بتاعتي هنا، وهنا الكميه اللي انا هسحبها تمام. انا معايا ايه؟ لسه ما جمعت. معايا 0.2، ده اللي مثلا انا هسحبه. هسحبه بس انا مش هسحب دلوقتي، هجمع مثلا 3 4 عملات، 10 عملات، عملة سعرها حلو، احاول اجمع منها على قد ما تقدر دلوقتي، وبعد كده ابيع شهر 2 اجمع على قد ما اقدر. دلوقتي مع الدنيا مفتوحه والسعر رخيص، وبيدي كميه من العمله. العنوان اجيبه منين؟ اسم العمله بتاعتنا اسمها ماركت. اخد الكوبي كده، اخش على منصه هوت بايت، على بالانس تمام، فند تمام. اكتب اسم العمله بتاعتي هنا، هو اسمها ماركت اهي ظهرت. اعمل دوب زيت انسخ عنوان العمله كوبي، وراح احطه هنا واعمل ارسال. الكلام ده بعد ما اجمع، اشتغل شهر 2 جمع على قد ما تقدر وابعت. نيجي نفس الفكره برضو اللي بعديها، انا بتكلم في تجميع العملات عشان مهمه. العمله دي انا ممكن اسحب دلوقتي خلاص، انا جمعت الكلمه دي، انا كنت لسه شارحها من حوالي اسبوع او 10 ايام. انا وصلت لحد السحب في يوم تقريبا، في يوم جمعتها. هو كل ربع ساعه بيديك ايه؟ فوست. هاجي اعمل ريفرش واوريكم الموقع لاول مره. الموقع بيطلب منك كل القصة بتسجل عن طريق رقم محفظة. رقم محفظة هتجيبه منين؟ من منصة اسمها زيركس 24. المنصة دي في حد ذاتها مكسب، وهشرح مكسبها ازاي. تسجيل فيها سهل، هعمل تسجيل دخول بس الأول. المنصة فتحت معايا اهي، أنا عايز أجيب عنوان العملة دي. أول حاجة راح أخد اسم العملة، اسمها ايه؟ براود، دي اسم العملة. داخل على المنصة بتاعتنا، عاوز برضه أقول حتة زيادة ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش بالنسبة جديدة. المنصة دي بحد ذاتها جواها فوست برضو، العملات جواها. ادي الفوست، دوس هنا على كلمة فوست، جمع على قد ما تقدر من العملات دي، في كل ساعة، في كل 10 دقايق، في كل دقيقة، عملات مهمة وتقدر تحولها تمام. وبالذات العملة دي حاول تركز عليها، دي عملة زيركس دي، حاول يعني كل 6 ساعات حاول تخش وجمع الرصيد بتاعها. بعيد عن كده خلينا نرجع على بس لإيه السحب بتاعها. احنا قلنا اسم العملة اسمها براود تمام. نرجع هنا نخش على اكونت، نجيب عنوان العملة بتاعتنا، نحط اسم العملة هنا، نشيل المسافة دي. تمام، هو ظاهر اهو. هعمل دوب زد ايداع، اخد عنوان العملة بتاعتي كوبي، ارجع تاني لمنصتي، انا اسف للموقع بتاعي، احط هنا اسم العملة او عنوان العملة جت تمام. بنتظر ال3 ثواني احل الكباتشا. كلاين، انت ممكن عشان انا مش فاضي معايا شغل وكده، فبخش مره في اليوم مرتين وجمعت الرصيد ده تمام. اعمل كاش اوت، الرصيد بتاعي لو انا عملت دوس على كلمه كاش اوت، الرصيد هيتبعت من هنا، هيتبعت على المنصه على طول. جمع على قد ما تقدر من العمله دي، العمله دي مهمه برضه.
تمام. نخش على اللي بعده معنا برضو، ايه ده يعتبر بونص، منصة مضمونة 100%. مبدئيا هنسجل، هتنسيب لك لينكين. اول حاجة لينك التسجيل في المنصة نفسها اسمها بيج وان، منصة معروفة، والناس القديمة اللي معايا كسبت منها او جمعت منها رصيد. على فكرة اللي سمع كلامي وساب الرصيد، احنا كنا سايبينه من عملة بيج وان نفسها، العملة ارتفع سعرها، ارتفع جوه المنصة. يعني كان الاول انا معايا ايه، عاملين دولار، يعني الكمية اللي معايا كانت عاملة دولار او اقل من دولار. النهاردة وصلت تقريبا حوالي 16 دولار على ما اظن. $16، لا مش $16، 16 سي ام واي، عملة اسمها سي ام واي، تقريبا بما يعادل حوالي 25,000 ساتوشي، تمام. يعني تقريبا تضاعف 3 4 مرات. المهم احنا معانا عرض برضو جديد شغال، المنصة بتدي رصيد او بونص حلو قوي بما يعادل $10 من عملة الوان برضو. الفكرة ايه، هتسجل في المنصة تسجيل عادي، بعد ما هتسجل هتلاقيني سايب لك اللينك ده، كل المطلوب منك هتلاقيني سايب لك كود اللي هو الكود الخاص بيا، وانت نفس الكلام ده هتعمله مع الناس اللي هتعملها حالا. بيقول لك انت ممكن تكسب لغايه $240. المهم الكود اللي انا هسيبه لك، هتيجي تحط الكود ده هنا اهو في الخانه دي كده، تمام، وتقول له كلمه سبمت برومو كود. هو المفروض في مقابل كده هيديك انت ونصيبك من تقريبا من $10 ل$80. سحب العمله ده امتى؟ باذن الله لسه ايه شويه. تمام، معاك مهام بقى هتشتغل عليها هتكسبك ارصده. هتعمل هنا فولو على التليجرام، ضمن جروب تليجرام، هنا فولو على تويتر، وتيجي تملى الفورم ده. تمام، هنا ترانسفير فاوند يور كونتراكت، ده حاجة ايه، لا دي بفلوس، دي مهام ايه بفلوس. خليك في المجان $10 في الثلاث مهام دولت، تليجرام تويتر وامنا الفورم. تمام، نخش على اللي بعده، وده اير دروب موجود منصة، العملة من الفعل موجودة على منصتين اللي هي العملة دي. اول حاجة هتسجل في المنصة، العملة اسمها ايفر، الناس اللي سجلت معايا وشغلت على اير دروب من فترة هتلاقي معاها رصيد جوه العملة هنستفاد منه بجانب الاير دروب بقى الجديد ده اللي حاصل. هتسجل مبدئيا في الايه، في المنصه دي، اول جزئيه معانا تسجيل فيها سهله ما فيهاش اي مشكله. نيجي بعد كده الدروب نفسه عباره عن بوت تليجرام، انا هحاول انجز عشان الموضوع ما يطولش النهارده معانا. تمام، هنخش كده على الدروب. المهام بتاعته اول حاجه زي ما قلت بيقول لك هتسجل في المنصه، نظام جروب تليجرام، فولو على تويتر، انستجرام، يوتيوب، كل ده فولو فولو ما عدا بس ايه تويتر، هتعمل فولو لايك وريتويت الاول بوست. تمام، خلصت الكلام ده هتقول له سبمت ديتيلز، تاكيد بيانات بتبقى موجوده تحت، تحط له الايميل انت مسجل بيه في المنصه، يوزر التليجرام، لينك بروفايل الانستجرام، لينك بروفايل القناه. تمام، هنيجي للجزئيه دي، هيقول لك انضم للجروب تليجرام بتاع السبونسر، هتنضم من هنا، وبعد ما تنضم ترجع وتيجي تدوس على كلمه دن، هتدوس على الكلمه دي. بكده انت خلصت ومعاك رابط الاحاله بتاعك، تروج له، دوس على كلمه بالانس او ايه عشان يجيب لك الرصيد بتاعك، وفي نفس الوقت يديك رابط الاحاله. الدروب ده مهم، العملة بتتباع في منصة زيركس 24، يعني العملة بتتباع هنا في الفعل على المنصة دي. تمام، نيجي للي بعده، منصة بترو، المنصة نفسها برضو مش لازم اخش يعني على المنصة، المنصة عاملة عرض برضو من التسجيل حاليا بالنسبة للناس الجداد، يعني كل من هيسجل في المنصة ياخد عملة اسمها باف، عملة المنصة نفسها. تمام، دي عاملاها للناس اللي بيسجل جديد وفعل وثائق، خش سجل وفعل وثائق هتاخد رصيد من العمله، وحاول تروج برضو رابط الاحاله بتاعك، هتاخد على كل احاله 10 قطع من العمله. الدروب اللي بعده، الدروب ده برضو اول جزئيه معانا، لا هو لا ده هو حاجه واحده العمله دي بس، الدروب ده مهم، العمله نفسها سعرها مرتفع، تسجيل فيه تسجيل سهل ما فيهوش اي مشكله، من ريجستر وهتسجل ايميل وباسورد وتفعل من الايميل. بعد كده هنشأ نعمل التاني، ممكن شرحته قبل كده من اسبوع برضو بس بعيد عليه عشان الدروب مهم. ده كده واجهه السلي الموقع بتاعنا. تمام، هتيجي هتخش على كلمه اير دروب، هننزل هنا تحت كده هندوس على كلمه كلايم اير دروب، هتنفذ المهام بتاعتك. اول حاجه ضربت الاحاله، تروج رابط الاحاله بتاعك، هنيجي هنا مثلا مهمه تويتر، هندوس على تويتر فولو، الاثنين حاجه واحده، هتعمل ريتويت الاول بوست في الصفحه اللي موجوده، وهتيجي تحط هنا بس الريتويت هتعمل له لايك وريتويت مع كومنت. تمام، هتيجي هنا تحط اليوزر بتاعك بتاع تويتر، وهنا لينك الريتويت اللي انت عملت فيها كومنت. نفس الكلام في الفيس، هتعمل فولو لايك، هتعمل شير للبوست، هتيجي تحط هنا لينك البروفايل بتاع الفيس، وهنا لينك الشير اللي انت عملته. هتطبق نفس الكلام على الاربع مواقع سواء انستجرام، لينكد ان، ريديت، ما عدا تليجرام. تليجرام بتعمل فولو فولو وتحط اليوزر بتاع التليجرام انت انضميت بيه. الدروب اللي بعده،
دروب ده خاص بعملة اسمها بولكس كوين، انا شايف عليها رواج يعني، انا شايف في شغل جامد عليها، فبإذن الله الدروب ده برضو ممكن يبقى قوي. الدروب طريقة تسجيل فيه كالتالي: ستارت، هتحط الايميل بتاعك، بعد الايميل بقى ايه، خد بالك من الجزئية دي عشان تبقى نادرة شوية في بعض المهام في دروبات البوتليجرام. مجرد ما تحط له الايميل بتاعك هيبعت لك على الايميل كود رسالة، يعني هيجي لك رسالة على الايميل، هتحط الكود اللي بيه او هتدوس على، ناس هتدوس على اللينك اللي جالك في الايميل، مجرد ما تدوس عليها هتلاقيها عمل لك هنا ميل كونفيرم، تأكيد بيانات، ده يأكد حاجة، تأكد مع عليك ان الدروب ده مش سكام، لا الدروب حقيقي وقوي، عشان بتأكد ان الناس اللي بتشترك مش سكامر او ناس معاهم مثلا ايه ايميلات ولا كده، مع انها ممكن تتضرب برضو. المهم هتسجل عن طريق الايميل وتدوس على رسالة تفعيل عشان يكمل معاك بقية المهام. هتنضم اول حاجة لجروب تليجرام وتحط له اليوزر بتاع التليجرام بتاعك. بس كده تقريبا الايردروب خلص. هنا بيقول لك نزل محفظة ترون. طب محفظة ترون مش شرط تنزلها، ممكن تستعمل اللي هي الايه الترون الويب. انا هسيب لك برضو الحالتين، هسيب لك اللينك، نحط هنا وفي الشرح كده كده عامة، انا بسيب لكم ايه في الديسكريبشن شرح محفظة ترون للناس الجديدة اللي مش عارفة ايه محفظة ترون وهتسجل فيها ازاي، يعني هتلاقي في الديسكريبشن حاجة اسمها شرح محفظة ترون، مشروح فيها ازاي تسجل هنا وازاي تفتحها. المهم هسيب لكم برضو لينك المحفظة. نرجع تاني للاير دروب. تمام، هتحط عنوان المحفظة بتاعتك، المحفظة في منها ويب وفي منها ايه على الموبايل. مجرد ما تحط عنوان المحفظة هيديك رابط الاحالة بتاعك وتروج له. الاير دروب برضو بإذن الله مضمون بنسبة كبيرة. خش على الاير دروب اللي بعده. الاير دروب ده بيبتدي معاك اسم العملة اسمها داكس، عملة برضو بإذن الله مضمونة. بتحل الكاباتشا مسألة حسابية. بعد كده تدوس ستارت تاسك، تنضم لجروب تليجرام، تعمل له فولو على تويتر. انت مجرد ما تدوس انضمام لجروب تليجرام وتنضم هتدوس نيكست ستيب، هيحولك على الفولو على تويتر، تحط له يوزر التويتر. بعد كده بيطلب منك اول بوست في اول ريتويت، هي ريتويت نفسها جاهزه، انا اسف، هدوس هنا على كلمه ريتويت، خدها كوبي، انا اتعلم عليها كده كوبي وافتحها في المتصفح واعمل ريتويت، ريتويت جاهزه. المهم بعد ما تخلصها تيجي تحط لينك الريتويت اللي انت عملته. تمام، هتيجي هنا هتحط محفظة ترون. تمام، مش ايثر مش محفظة ماي ايثر والت او ميتا ماسك، لا محفظة انا غلطت حطيتها، وبعد كده رجعت حطيت محفظة ترون، هي نفس محفظة ترون اللي انا كنت لسه مكلمكم عنها. تمام، يبقى كده معانا 2 اير دروب على محفظة ترون. نخش على الاير دروب اللي بعده. الاير دروب ده بيدي، هو هنا المفروض ان هو كاتب لي هو بيديك قطعة من عملة اسمها هيفكس. تمام، وبديك على كل حالة تقريبا قطعة زيها، هي سعر القطعة $1 حاليا، $1.80. ممكن تعلى عن كده توصل $10 بإذن الله. فالمهم كل مطلوب منك هو حاجة بسيطة، هتسجل في الموقع ومفهوش تفعيل وثائق ولا حاجة. الموقع ده أنا هو حاططه هنا بس هو لسه مش فاتح تفعيل وثائق، ممكن نطلبه بعد كده. تمام، بتلاقي القطعة تنزل لك، كل المطلوب منك هتسجل وتخش على بروفايل، تحط بياناتك اسمك وعنوانك ورقم التليفون، أو مفيش عنوان كمان، هو اسمك بالكامل، الايميل اللي انت مسجل بيه، تاريخ الميلاد، رقم موبايل، الدوله، وسبميت. خلاص، وهنا رقم المحفظه بتاعتك وخلاص. ده كده في قطعه من العمله. الاير دروب اللي بعده، الاير دروب ده اير دروب مركب، بمعنى ان هو كذا اير دروب كل شويه بيفتحوه في حاجه واحده، هو نفس البوت يعني. نفتحه كده مع بعض. تمام، بالنسبه للناس لو كانت مسجله قبل كده، يعني كانت مسجله قبل كده في اير دروبات معايا على نفس البوت، هتيجي تدوس على كلمه تراي اذر اير دروب، هيفتح لك اير دروب جديد اللي هو ايه سي اف اكس كيو. هيطلب منك نفس المهام، هي مش تختلف عنه في اي، مش تختلف عن اير دروب القديم في اي حاجه. هيبتدي معاك يقول لك انضمام لجروب تيجرام، وتدوس على كلمه دان، فولو على تويتر وتقول له دان. هيرجع لك تاني برضو جروب تيجرام بتاع الكوين، دان دان دان، نفس القصه لغايه لما توصل رابط الاحاله بتاعك وخلاص. ما فيهوش كويز، الدروب ده كان الدروبات اللي قبل كده فيها كويز اللي هو الاختبار، المره دي ما فيش. عايزين نشوف تقريبا هو فتح حاجه جديده دي ولا ايه، تعالى نشوفها مع بعض. جيت ايرن، لا ده عاوز لو انت عايز تشتري رصيد من العمله تقريبا. جو تو اير دروب، لا هو نفس اير دروب احنا اشتغلنا عليها. المهم احنا هنستفاد من اير دروب الجديد، اير دروب العمله الجديده اللي انا بقول لكم عليها اس اف اكس كيو، هتخش على نفس البوت ده لو انت كنت مسجل قبل كده. لو انت جديد هتلاقيه فتح معاك المهام عاديه، لو انضمام لجروب تيجرام الشغل الكلام ده. اير دروب اس اف اكس ما فيهوش كويز، ما فيهوش اختبار، هتخش بس تعمل مهام. خش على اللي بعده. الموقع ده باختصار هو موقع شبيه للفيسبوك، تقدر تكسب منه فلوس، حد الادنى للسحب $100.
عشان تعرف تكسب منه لازم تكون من الناس اللي هي ما عندها هوايات مثلا، او الشغل على الفيس وتويتر والكلام ده. انا عن نفسي انا مش ممكن مش اكسب منه عشان ما عنديش الايه القصه دي. الفكره الاساسيه انت هتسجل وتعمل نفسك بروفايل، تمام؟ انا هحاول اشرحه ايه باختصار كده. هتلاقي بيطلب منك البروفايل اللي انت تحط مثلا اسمك، بياناتك، انت شغال فين، الوظيفه، اكتب كلمه عن نفسك اللي هي كلمه بو، ده اختصار الكلام، تمام؟ خلصت الكلام ده اللي هو البروفايل الاساسي بتاعك، خلاص بتيجي تخش على الصفحه الرئيسيه. اعمل كل يوم على الاقل 5 بوستات، تمام؟ حاول تعمل جروب او مجموعه، يعني مثلا تشرح الفكره للناس وتعمل مثلا مجموعه تحتيك مثلا 5 اشخاص، عشان ده لو انت عاوز تجيب مكسب سريع او تجمع الفلوس بتاعتك بسرعه، تمام؟ خلاص هتيجي تعمل مثلا بص هنا، تحط فيديو، تحط صوره، ايا كان، هتيجي تخلي مثلا ايه انتوا المجموعه اللي تحتيك كل واحد فيكم يخش مثلا التاني يعمل كومنت، يعمل لايك، اللي هو الشغل ده. الكلام ده بيرفع لك ايه فلوس، وتخلي برضو المجموعه اللي تحتيك وهكذا كل واحد ايه يجيب تحتيه ناس، والكلام ده بيرفعك ارصده او بينفع معاك في ايه موضوع الفلوس او المكاسب اللي انت هتكسبها، تمام؟ ده كده باختصار، يعني انا مش ايه مش غاوي شرح قوي في القصه دي. فخلينا نخش على الدروبات بتاعتنا دي. منصه بيدكس الدروب برضو بتطلب اول حاجه هنسجل فيها. المنصة دي هي عاملة بونص بما يعادل $10، شرط تسجيل وتفعيل. انا لسه ما فعلتش لغاية دلوقتي، فعشان كده كده البونص بتاعي ما ظهرش، تمام؟ فايه باختصار الموضوع ده، انت هتسجل في المنصة وتفعل وثائق. نيجي للايردروب اللي بعده، وده مرتبط بمنصة بلوك زون، تمام؟ المنصة نزل عليها ايفنتات جديدة بالنسبة للناس القديمة. لو عارفة القصة هتخش على ماي ايفنت، هتسجل في الموقع، هتخش على ماي ايفنت، معاك طريقتين للمكسب، تسجل وتراجع رابط الاحالة، تعالي ايه بونص من العملة اللي هي STBT، عملة موجودة على منصة باينانس وموجودة في كذا منصة، فعملة مضمونة، تمام؟ الجديد اللي معانا عملة اسمها اوين، دي جوه ال ايردروب داخلي يعني، تمام؟ هنعمل فيه مهمتين. هتيجي تعمل هنا فولو وتحط له اليوزر بتاع تويتر، وهتيجي تعمل انضمام لجروب تيجرام وتحط له اليوزر. هو فاضل على الايردروب 6 ايام وينتهي. نخش على الايردروب اللي بعده. الايردروب ده فاضل عليه حوالي 13 يوم ويخلص. هيوزع رصيد من عملة اسمها شريمب، تمام؟ العملة دي من العملات اللي هي ترون، فهنستعمل فيها المحفظة اللي هي دي، تمام؟ بتيجي اول حاجة تحط عنوان المحفظة، هيوزع 8000 قطعة من عملة شريمب، وتنضم بجروب تليجرام وتقول له دان، تنضم بجروب تليجرام دان، جروب تليجرام دان، فولو على تويتر دان، سبسكرايب على اليوتيوب دان، وتيجي تحط الاسباب بتاعتك، يوزر التويتر، يوزر التليجرام، وهنا اخر حاجه ايرن تليجرام يوزر، وهنا اليوزر بتاع صاحب الاحاله، فاستاذنك تحط اليوزر الخاص بيا في اخر خانه، تمام؟ الاير دروب اللي بعده. ده انا خلصته وقفل. تمام، مش مشكله، هحط لكم اللينك بتاعه برضو. هو برضو نفس القصه برضو من ايه دروب تريكس، تمام؟ الايردروب ده بقى عملة اسمها توبر، تمام؟ العملة موجودة على محفظة تراست والت. على فكرة انا شايف انت ممكن تستعمل محفظة ماي ايثر والت، هو الايردروب طالب محفظة تراست والت، تمام؟ فانت حط له تراست والت، بس انا شايف ان العملة كده من عائلة ماي ايثر اللي هي عملة الايثريوم يعني عامة، فالعنوان مش هيفرق سواء حطيت تراست والت ماي ايثر والت، انا شايف ان هي مش هتفرق، بس خلينا ماشيين ورا الايردروب، هو طالب تراست والت، تمام؟ المهم الايردروب بيبتدي معانا ازاي، هو بيدينا 100 قطعه من عمله توبر ب$10، وعلى كل احاله $1. المهام بتاعتنا انضمام لاتنين جروب تجرام، فولو على تويتر اول بوست، لايك وريتويت، فولو على الفيس، انضمام لسبونسر، سبسكرايب اليوتيوب. التاكيدات بتاعتنا يوزر التليجرام، يوزر التويتر، لينك بروفايل فيس، لينك بروفايل يوتيوب. وبتيجي هنا تحط له، بيقول لك اختار اسم، تخش على تراست واليت، لو انت معاك محفظه تراست واليت هتخش هتدور على تكتب اسم عمله اسمها تي، تحط العنوان بتاعها. العنوان هو نفس عملتها عائلة ايه ماي ايثر والت. انا عن نفسي شايف ممكن تحط ماي ايثر والت، كده مش هتفرق عشان الاتنين من نفس العيلة، مش هتفرق، هو طالع بينا تراست والت، بس انت ممكن تحط ايه ماي ايثر والت عادي، والعملة هتوصل عليها بإذن الله. المهم مجرد ما تحط المحفظة تدوس على كلمة ريفيل، هيظهر معاك رابط الاحالة، وحاول تروج رابط الاحالة بتاعك. خش على الدروب اللي بعده. الدروب ده انا كنت شرحته من فترة، عملة موجودة كوين ماركت كاب مضمونة، بتتباع حاليا على منصة فيندكس، تمام؟ وادي الرابط بتاعها كوين ماركت كاب اللي عاوز يشوفه. انا بذكر بيها عشان فاضل اسبوع، يعني فاضل اسبوع الدروب ينتهي، وبعد كده باذن الله هيوزعه خلاص علينا العملات. الدروب بيبتدي ازاي؟ الدروب بس شغال، بتحل الكباتشة بتاعتنا،
بعد كده تعمل له فولو على تويتر واول بوست لايك وريتويت، وتيجي تحط اليوزر بتاعك، بعد كده تحط له رقم محفظه ماي ايثر والت بتاعتنا، او في هنا برضو جروب تليجرام بس مختفي في النص، يعني في مهمه الجروب تليجرام بس هي مختفيه في النص ما بين موضوع حال الكاباتشا وموضوع الفولو على تويتر. في هنا مهمه بس مختفيه مش ظاهره قصادنا دلوقتي، هتطلب منك وانت شغال على الدروب، اللي هي انضمام لجروب تليجرام او شانل التليجرام. تمام. المهم بعد كده هتحط له زي ما قلت يوزر التليجرام، بعد كده هتيجي هنا هتحط له ايه بقى بعد يوزر التليجرام، رقم محفظة مقيسة الوالد بتاعتنا، وبعد كده رابط الحالة بتاعك وتروج له. الايردروب ده خاص بعملة اسمها ديجيكس. تمام. كل المطلوب مننا بنسجل في الموقع بس، لا مفيش اكتر من كده، هتسجل في الموقع وكمل البيانات بتاعتك من بروفايل. بيديك 50,000 قطعة من عملة اسمها ديجيكس، سواء بيقول لك ان سعر القطع حاليا بيساوي حوالي 5 ساتوشي، يعني احنا بنتكلم لو هو بالسعر اللي هم حاطينه يعني 50,000 بيساوي تقريبا 250,000 ساتوشي، يعني بنتكلم مثلا في حوالي $20 تقريبا. تمام. الدروب اللي بعده، الدروب ده برضو مشروح من فترة قرب ينتهي خلاص، اسمع اسم العملة اسمها دولا. الدروب بيديك حوالي 50,000 منها، السعر مش واثق منه. تمام. بس في شغل على الاحالات، تقدر تروج رابط الاحاله بتاعك وبيزودك رصيد على الاحاله. هو كل القصه بتسجل في الموقع بس، وبتحاول تفعل الوثائق بتاعتك، تفعيل الوثائق هنا سهل. تمام. بكده انا اعتبر خلصت الدروبات اللي انا شرحتها النهارده. هتلاقيني سايب لك كام اردروب قرب ينتهي، في منهم من خلال اسبوع ل 10 ايام. تمام. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.